السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فايزة غالي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب واحد التشكيلة ديال الصاب اللي كتجي رائعة وكتجي لذيذة، نكهات مختلفة، ب 100 غرام مارغرين فقط، باش غادي نصاوب واحد التشكيلة اللي هي كمية كثيرة تصلح لكم للمناسبات أو إلا جاو عندكم الضياف وكتوجد بسرعة. وكما قلت لكم كيكونوا النكهات مختلفين ولكن مع عجينه واحده. الا كنتو بغيتوا تعرفوا الطريقه باش صوبت هذا الصاب لهذا فما عليكم الا تبقوا معي حتى الاخر الفيديو، وفرجه ممتعه لكم. ولكن في الاول الا ما كنتوش مشتركين في القناه فكنقول لكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي وتبقوا متبعين الجديد ديال القناه، وفرجه ممتعه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير فانا كنخدم، وانا كنقول لكم المقادير، غادي ناخذ 100 غرام ديال الزبده مارغرين في الحراره ديال المطبخ، ما تكونش من الثلاجه. هذا الكاس ديال 200 مليلتر ديال الزيت، انتم شفتوا داك السنتيم اللي ناقصه منه، غادي هذا كيتسمى الكاس ديال العنبه كبير ديال الزيت، ونفس العبار ديال السكر سنيده اولا كديروا سكر كلاصي. صافي هنا غادي نخلطهم لان ما غاديش نخدمهم هكا بيدي، بعض المرات كنخدمهم ما جبنا فيها باس نخدمهم بهذا الطرب هذا او هذا الخلاط الا كان عندكم. فنصيحه للبنات الا كان متواجد عندكم هذا ومثلا كتشدوا الكوموند، انا ملي كندير شي كوموند اللي هي كبيره فهذا هو اللي كيساعدني، لان الزبده كتبغي واحد المجهود اللي هو بزاف ديال هكا كدلكو باش ما تبقاش في هذيك الكويرات ديال الزبده وتولي كريميه، وما غاديش نديروا ليه بحال التخليطه ديال هذا الخلاط هذا. فاليد دائما ما كتكونش بحال الالات، وإلا كان ما متواجدش فكنقضوا باليد ونعطيو واحد الوقت اللي هو هكا نعطيوه وقت ونديروا فيه نبدلوا فيه مجهود حتى تذوب لينا المارغرين تولي لينا كريمه. هنا ضفت واحد البيضه يعني 100 غرام مارغرين وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيده وبيضه. هنا باش نزيدو بغينا يجينا مقرمش اكثر غادي ندير فيه جوج معالق ديال الكونفيتير الخاص بالحلويات، وغادي نزيد نخلط. يعني ملي كنستعمل هذا الطراب هذا اولا هذا الخلاط الكهربائي فهو ما كياخذ لياش الوقت، يعني به فيه كنصاوب الحلوه ماشي بحال كنا كنخدمو باليد. غادي نضيف هنا واحد المعلقه ديال الجليكوز، هادو كيبقاو اختياري يعني الا بغيتو يجيكم مقرمش اكثر، يعني هاد المربى والجليكوز الا كانوا عندكم وبغيتو ديروهم، فالا ما كانوش فكتكتفيو غير بالزيت والزبده والسكر يعني هذوك الاشياء اللي شفتو الاخرى. هنا راه ما درتش نكهه البنات نهائيا حتى الاخير، باش غادي كل واحد نكهه بواحد النوع. بالنسبه للطحين غادي نعبروا قدامكم، هنايا غادي ندير 800 غرام تقريبا، هذا القياس هذا ديال 100 غرام مارغرين وهذاك الكاس الكبير ديال الزيت والسكر، فكيديو ليا تقريبا ما بين 750 غرام حتى 800 غرام ديال الطحين. غادي نعبروا وغادي نغربلو ان شاء الله، دائما واخا تكونوا مغربلينو غربلوه جوج ديال المرات باش يدخل فيه هذاك الهواء وصافي. غادي هانتوما شفتوا الزبده راه دايره بحال الكريمه. غادي نبقى نضيف الطحين وانا كنجمع برؤوس الاصابع دائما الصاب اللي ما كنعجنوش. هذه المقوله دائما عييتكم بها لان فعلا ما خصكمش تدلكوه، صغير جمعوه برؤوس الاصابع هكا. وانتم بالنسبه للبنات المبتدئات بالنسبه للطحين فكتحطوا شويه بشويه باش ما يغلب لكمش وما تنشفش لينا العجينه ديالنا، ما بغيناش تجينا ناشفه. دائما الصاب اللي خصو ما يكونش ناشف باش يجينا ثقيل هكا في العضه ديالو، كنبغيو يجينا خفيف ومقرمش، يعني القياس ديال الطحين ما يكونش ناشف وما يكونش عاوتاني جاري مطلوق بزاف. بالنسبه لهذا الصاب لهذا فما غاديش نتسنى عليه واحد الوقت اللي هو في الثلاجه، يعني بمجرد غادي نخدمه. ملي كيكون الكونفيتير راه كنخدمه تقريبا مباشره لان كيساعد كتكون العجينه متشاده ولا كتكون متماسكه، ما كنديروش واحد الوقت اللي نقول نخليه يبات اولا نخليه عشيه للصباح ولا، يعني بمجرد كنسالي كنبدا نخدم وصافي. انتم شفتوا القياس اللي وصلنا ليه، المهم كتبقاو تجمعوه حتى كتوصلوا للقياس اللي هو كيكون ما يكونش ناشف. هادو تقريبا واحد جوج معالق كبار هما اللي بقاو ليا من هذا القياس. هنا غادي نفرقتوه على ثلاثه القياسات متساويه، وغادي ندير هنايا عندي النكهه ديال الناطه وهنا الروح ديال اللوز. اما الثالث فغندير ليه شوكولاته فيرميسيل نعجنو في وسط منه، راكم شفتوه قبيله في الاول ديال الفيديو. فهاد النكهات البنات الناطه وهذا الروح ديال اللوز ولا كيعطي واحد اللذه لهاد الصابلي ديالنا، ما كتكونش فيه ديك الريحه ديال المارغرين اولا، يعني دائما هاد النكهات بقاو تحسنوا بهم الصابلي ديالكم، ما بقاوش حادين غير في سكر فاني ولا الساشيه ديال الفاني، فضروري هاد النكهات هادو في الصابلي اللي دائما كنديرهم. واي واحد داق الصابلي هكا كيعرف تكون فيه واحد النكهه اللي هي زوينه، ما كنبقاوش مختصرين على ريحه الزبده وهذاك يعني الاشياء العاديه. صافي غادي نجمع هذا. بعد ما جمعت هذاك اللي درت ليه الفيرميسيل
هو غادي نحطو شويه في الثلاجه باش ما يطلق ليش داك الشوكولاط يبدل ليا اللون ديال العجينه، وهادو غير كنجمعهم ونحطهم غير حدايا، يعني انا ما غاديش نخليهم نتسنى عليها، نتوما تشوفوا غادي نسالي ونبدا كنخدم به هو الاول. بالنسبه لذاك ديال الفيرميسيل فغادي نخليه هو الاخير لان يبقى بارد في الثلاجه، بين ما نقطع غير هاد جوج شكيلات هادو باش بمجرد هو غير غادي نقطعو نبداو نطيبو باش داك اللون ديال الشوكولاط ما يسيح لناش في العجينه. صافي غادي ناخذ القطعه الاولى، نتوما شفتو راه ثلاثه النكهات مختلفين، ممكن ديروا النكهات كاع اللي كيعجبكم، يعني ماشي شرط هاد الجوج نطا اولا اللوز اولا، ممكن ديروا اي حاجه كتبغيوها. صافي غادي نقطع بهذا الطبع هذا اللي كيجي على هذا الشكل. بالنسبه هنا ما رققتهاش بزاف لان ما غاديش نلصق جوجات، الا كنتو بغيتو تلصقوا وحده فوق وحده فممكن تزيدوا ترققوه بزاف، انا هاد الاشكال هادو كنديرهم على جهه وحده ما كنلصقهمش، وكنديرهم شويه هكا كيبقى السمك ديالهم شي شويه. نتوما شفتوا راه الصاب اللي كيتحيد دغيا، ما كيتفتت ما حتى حاجه، وما دوزتوش كاع الثلاجه نهائيا، مجرد سالي جمعته بديت كنخدم به. صافي وانا كنحيدهم وكنديرهم فواحد الصفيحه اللي كتدخل الفرن. بالنسبه لهذوك البقايا ديال العجين فدائما كنجمعوا الميكا ولا هاد البلاستيكه هذه كنجمعوا على الجوانب حتى كتجمع لينا العجينه اللي بقات، وندوزو عليها الدلاك ونعاودو نقطعو، يعني ما كنقيسوهاش بيدينا. صافي بالنسبه للقطعه الثانيه فغندير هاد القطعه الكلاسيكيه اللي فيها ثقبات، ولكن ما غاديش نستعمل هذيك الجهه المثقوبه، ندير غير هاد الدوائر هادو وغادي نستمر. غادي نحيدهم كاملين، يعني انتما شفتوا راه خليت هذاك ديال الفيرميسيل هو الاخير، حتى غادي نسالي كامل هذا الشيء ديالي. وهذاك ديال الفيرميسيل حتى هو غادي نستعمل فيه هذا الطابع الاخر اللي هذا، ولكن هذا الشكل كيعطينا بحال هذوك لي بيسكوي اللي كيتباعوا، ما غاديش ندير هذا اللي كتكون فيه حفيره اللي فيه جوج طبعات، انا غنستعمل هذاك اللي دار بحال داك البيسكويت اللي كيتباعوا كما قلت لكم. وصافي غادي نحطو، يعني هذا هو الخدمه ديالو، ما غاديش نزيد ليه لا حتى حاجه من اللي يطيب. نتوما شفتوا الشكل ديالو، بغيتو ما ديروش فيه كاع هاد الفيرميسيل وتديروه عادي كيعطينا بحال لون البسكويت اللي كيتباع نيشان، بغيتو تعجنوه بالكاكاو يعني كتفننوا كيف ما بغيتو بحال ديما، يعني ما بقاوش مقتصرين على وصفه ونتبعوها بالتفصيل. وكنستمر حتى غادي نقطع. بالنسبه هنا صافي خصني ملي نسالي مباشره نطيب في الاول هذا اللي فيه هاد الفيرميسيل هذا. صافي هما الشكيلات ديالنا قطعناهم، هنا غادي نطيبهم. طريقه الطياب راه دائما كنقول لكم العافيه تكون ناقصه، ما تكونش مجهده، وتخليه حتى يطيب من الفوق وتذهب اللون ديالو، ما يجيكمش محروق وما يجيكمش يكون اللون ديالو شهب وطايب، ما يجيناش اللون ديالو محروق. هذا الشكل كيجينا على هذا الشكل هذا. هذا ما غادي نضيف ليه حتى حاجه تزين، كيف ما يمكن لكم تغطسوا له الوجه ديالو نتوما في الشوكولاته الا كنتو باغيين، اولا تزينوه بخطوط اولا، لان المهم غادي نخليه هكا ما غاديش نقيسو. وكاين هاد الشكل هذا، نتوما شفتوا الصابلي ديالنا راه ما كيتبدلش، يعني الا درتو لكم فوق القطعه كيبقى هو كيف ما قطعناه كيف ما طاب، وهذا هو الصابلي الناجح ملي ما كيتبدلش الشكل ديالو. بالنسبه لهاد لي موتيف ديال الشوكولاط فكنصاوبهم قبل ما نبدا الحلوه، بغيت نصاوب هاد الشكيلات هادو نخدم بهادو عفوا، اولا كديروا هادو اللي على شكل حبات القهوه. بالنسبه لهاد اللون فهو راه كديروا الشوكولاته البيضاء وتحطوا فيها طريف ديال الشوكولاط الاسود، وانتم غادي حتى كتلقاو اللون. بالنسبه لهذا درت فيه ديك الملون الشوكولاط الغبره، درتو في الغوز، هنا راه ما باين لكمش في التصوير ولكن هو راه غوز مفتوح، اللون ديالو مفتوح، درت فيه هذا اللوين هذا. صافي هادشي باش غادي نزين. بالنسبه للكاوكاو كونكاسي اولا اللوز كونكاسي الا عقلتو كنت صوبت هذوك لي فينونسي اولا هذوك لي سيجار اللي محشوين، وشط لي هذه كانت مخلطه لي بيسكوي مع كاوكاو مهرمش، هما باش غادي نخدم. يعني كديروا كاوكاو كونكاسي اولا الكوك محمر اولا كديروا اللوز اولا اي حاجه بغيتو، انا غادي ندير هذا ملي تكون عندنا شي حاجه في الدار هكا وتكون هادشي ديالنا ماشي ديال الناس فكنخدموا به ما فيها باس. غادي ناخذ هذاك الخليط ديال الجليكوز والناباج باش كنلصق دائما، ونحاول نطلي هاد الجوانب كاملين، يعني تزيين كيبقى لكم الاختيار كديروا اي حاجه بغيتو، وغادي نديرها في الوسط بحال هاد الشكل هذا. والباقي دوك الجناب غادي ندير لهم هاد الكاوكاو كونكاسي. صافي هذا هو التزيين ديال هاد الحليوه هادي او لهاد الشكل هذا ساهل. في الاخير كاع الا بغيتو كاقتراح انا خليتها هكا، نتوما كاقتراح ديروا لي هذوك الخطوط ديال الشوكولاته من الفوق، تعمروا الكيس بالشوكولاته اولا البوش بالشوكولاته الاسود اولا الابيض، وديروا خطوط رقاق من فوق هذيك الحليوه كتجي حتى هي رائعه بداك الشكل. وبالنسبه لهذا الدائري فحتى هو نفس الشكل، غادي ندير فيه هذاك الموتيف ديالو اللي درت في الغوز، نلصق بهذا الشكل هذا، ونعمر هاد الجوانب بهذا الكونكاسي، ونخلي الوسط حتى ندير فيه ديك لا جولي
اللي كنصاوبو دائما، اللي كنديرو غليكوز وناباج ونطبخوهم ونزيد عليهم النكهة. أولا الا بغيتو ان شاء الله نوريكم في شي فيديو هكا، فكتبوا عليا في التعليق نوري لكم الطريقه باش كنصاوبوا هذوك التلصيقات. فمازال ان شاء الله نخدم هذوك التلصيقات اولا دوك التعليقات اللي كنلصقوا بهم الصابلي اللي ماشي هما هاد لا جولي بوحدها، والطريقه باش كنذوب الشوكولاط وباش كنلونها. الا بغيتوا كاع هاد الاعدادات الاوليه ديال الحلوه قولوها لي في التعليق ان شاء الله، وندير معاكم فيديو باش الشوكولاط هكا ما يضيع عليكمش، ما عمرو يضيع عليكم الشوكولاط. وتعرفوا هاد التلصيقات ديال الحلوه اللي ما كت اللي هكا ما كتضيعش وما كتكونش هكا مكلفه، كتلقاو بزاف ديال التعليقات وانتم بزاف ديال الاشياء. صافي غادي نستمر حتى غادي نلصق على هذا الشكل هذا، ونتلاقاو ان شاء الله. صافي من بعد ما سالينا هانتوما شفت هاد لا جولي هادي كنعمرها بهاد السرنكه. بالنسبه لهادي راه دائما كنطبخو الكليكوز والنطاج. بالنسبه للتزيين فكديروا داك العقيق الفضي راه كيبان ليها، ولا انا هنا غادي ندير هاد الحبيبات ديال البوافو باش تعطينا شكل شميشه. كديروا المهم اي حاجه بغيتوا، ولا كتخليوها هكا. كدي هي الكميه اللي تحصلنا عليها، دائما كنشارك معكم الكميه. والبلاطو ديالنا ديال الحلوه اللي مشكل كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي رائع. حلوه ديال هكا نهار يكون عندنا الضياف، ولا نكونوا هكا بغينا نديروا شي حاجه بالزربه، كميه مقادير بسيطه درنا بها واحد الكميه اللي هي كثيره كثيره بزاف ديال الحلوه. نتمنى تعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تدعموا الفيديو بتوصلوا لعدد كبير من اللايكات وتشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.